بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن، وطن الأمان، وطن التقدم، وطن الازدهار، وطن عامر بسواعد بنيه. التحية لك وطني، وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. شمال كردفان حاضر يتدفق بالماء الوفي. شمال كردفان الإنسان الأرض، ونقص مياه الشرب في أجزاء واسعة منها. تبدل الحال بعد قيام عدد من السدود ضمن مشروعات حصاد المياه. أول حاجة قبل السد والله الحقيقة كانت الناس بتعاني من مشاكل كثير، اللي عنده متجر واللي عنده بهايم كله بس بيكون شغال في المويه. المويه عندنا ابيار سطحيه، حتى الابيار السطحيه يعني عمقها 50 متر 48 متر، وفي النهايه جاتنا مدخات يعني حلت بعد الاصعاب، لكن برضو ما حل، لان هي ذاتها 23 ماسوره، وال 23 ماسوره دي المتر الماسوره فيها مترين، يعني دقه على الشخص ذاته على الانسان صعب. كانوا الناس بيعانوا من مشكلة الموية دي، والله معانا ما لها حد. كلهم سد أبو رجالة الذي يقع من الناحية الشمالية لمنطقة فوجة بولاية شمال كردفان، واحد من مشروعات التنمية المستدامة التي حققت لأهل المنطقة الكثير من الفوائد، ونقلت كاميرا مجلة فيض الوطن جانبا من إفاداتهم. الماء هو شريان الحياة، بتوفير هذه الحفائر والسدود توفر لنا ماء الشرب، وهذا الحصاد من المياه تمثل في تهيئة الجو المناسب بالنسبة للسقي الإنسان والحيوان معا. كذلك برضو استخدموا الإنسان في الزراعة. هذا السد، وهو سد أبو رجالة، يعني إن شاء الله إحنا أملنا كبير أنه مثلا يساعدنا في الزراعة، زراعة الخضر والفواكه، ويمد المنطقة بإنتاج عالي إن شاء الله. هذا السد أدى إلى استقرار، وخاصة استقرار العرب الرحل في هذه المناطق من قبيلة الكواهلة وقبيلة الكبابيش. هؤلاء الرحل استقروا في هذه المنطقة واستفادوا من هذه المياه. بلعب غنمي في السد ومتريح ومرتاح، وحاليا عدلت صحتي القديمة كل حاجة. نحن نظل قبل الله ممكن نلقى مويه، ممكن ما نلقاها ذات، ونمنع عطيش، نحن متبهدلين والله. هسه نحمد الله الثدر وانا غنمنا ونمنا العشي تب وقنعاني. سد اللقداء بمنطقة جريح السرحة تم تصميمه ليجمع مياه الخيران والأمطار في الخريف، بعد أن كانت هذه المياه تتسرب بين كثبان الرمال دون أن يستفاد منها، لكنه اليوم يمثل أهمية كبرى للإنسان والحيوان في هذه المنطقة وما جاورها. فقبل تأسيس السد كان مواطن جريح السرحة يعاني ويعاني من الموية، وكان يجلب المياه من منطقة مقوزينية هي التابعة لولاية شمال دارفور بواقع البرميل 10 جنيهات للمواطن. فالآن بعد تأسيس السد أو بعد إنشاء السد المواطن مشكلته تحلت تماما، يعني توفرت المياه بكمية كافية للمواطن وللثروة الحيوانية. أولا كنا تعبانين في المدخات، ندق وحالنا بالبلة، ونشيل الليل ونشيل النهار، نسوانا تعبانات، عيالنا تعبانين. الحمد لله هسه عملوا لنا سد
يعني ريحونا راحة بالكامل، خلونا يعني الواحد في أي زمن يرد يملى رأيته ويجي مرتاح مية مية، بهايمك مرتاحة، إبلك مرتاح، غنمك مرتاح، يعني ما قصروا مننا تب الحمد لله. اليوم نجد المشاهد هنا حاضرة في الواقع الجديد لأهالي منطقة جريح السرحة بعد قيام سد الأقداب الذي أصبح يمثل عنوانا تحكي أسطره تنمية للإنسان والمكان. اتولدنا في هذه المنطقة ونشأنا فيها، وحقيقة يعني كان تاريخ مرير جدا، والمعاناة كنا بنعانيها من العطش، بير واحدة تتوقف جنبها بير أرتوازية، عاد السكان كبير، ثروة حيوانية كبيرة، كانت هذه المشكلة مشكلة الموية. اتعملت مضخات بعد ذلك برضها حلت المشكلة حل جزئي، ولكن لم يكن ذلك الحل النهائي. بعد المضخات حقيقة قامت تجربة بتاعت عدة دوانكي، لكن فشلت لأنه كانت في صخور أساسية، هذه المنطقة منطقة بتاعت الصخور أساسية، ويمكن حتى المكانات اللي بتخترق في الحفر الصخور الأساسية ما الناس ما تمكنت إنها تجيبها عشان تحفر، فكان الخيار الوحيد هو قيام هذا السد. فحتى نحن بعد ما جونا سد دراسات وناس وحدة السدود نحن ما كنا مصدقين هذا الكلام اللي يجي حقيقة، ويعني كانوا بيجون وبيمشوا، يمكن فترة الدراسة استغرقت قريبة العام ولا العام ونص حتى بعد ذلك تم التنفيذ. حصاد المياه واقع سعيد ومآل جديد. مشاريع حصاد المياه التي تنفذها وحدة تنفيذ السدود منذ سنوات في مختلف أنحاء البلاد أعادت الحياة لعدد من المناطق التي ظلت تعاني من العطش خاصة في شهور الصيف الجافة. ونحن الآن في منطقة مصنيطة ونتكلم عن الحفيرة، والله مستفيدين منها استفادة شديدة، وكنا قبل تعبانين من المياه تعبة شديدة جدا جدا، ونشكر جميع الأخوان اللي هم جاونا الحفيرة، ونشكر جميع الأخوان المعانا هنا. استقرار الرحل، استقرار التعليم، كانت من البشريات الكثيرة التي حققتها مشاريع حصاد المياه لتجعل لحياة الناس طعما آخر، كيف لا وقد وفرت لهم الوقت والجهد الذي كان يبذل في الحصول على مياه الشرب. وهنا كانت طبعا ناس المواطنين يوردوا من هنا لحد 30 كيلو، المياه هنا كان عدم، المزارعين كانوا تعبانين، وهسه مما جانا الحفائر دير ناسنا ارتاحوا، ونحن برانا دميرين ارتحنا. بنشكركم والفضل اللي جبتوا لنا، نحن طبعا زيتنا في الامل، كان يعني نحن مزارعين لما نزرع الزراعه ما نقدر يومين نورد، واليوم الثاني ما نقدر نحصل زراعه، عشان كده هسه لما ما جانا الحفار ديل نحن بقينا الحمد لله زرعنا وهايمنا الحمد لله يشربوا هنا، برانا الحمد لله نشربوا هنا، بقينا الحمد لله استفدنا استفاده كثيره. التعليم واحد من القطاعات التي شهدت استقرارا في عدد من مناطق السودان بعد قيام مشروعات حصاد المياه، لتأتي إفادات المعلمين وكلماتهم تصف الاستقرار الكبير الذي تحقق بفضل هذه المشاريع. وحقيقة يمكن لهذه المشاريع في حصاد المياه كان لها آثار يعني اقتصادية كبيرة جدا، في إنه يمكن التعريفة الموجودة يمكن على هذه المياه يمكن دعمت التعليم دعم كبير جدا إنشاء وتعميرا، ويمكن بنت كثير جدا من الفصول في هذه المدارس. لدينا 7 مدارس للرحل، وهذه المدارس حقيقة مدارس رحل متجولة، وكل ذلك من انعدام المياه التي تعمل على استقرار هؤلاء الرحل. ويمكن حظينا في حصاد المياه بسدين كبيرين، هم سد أبو دزة وسد أبو رجالة. تا
تنمية واستقرار في شتى مناحي الحياة في تلكم المناطق التي عانت من شدة العطش في ماضي الأيام، لكن اليوم أصبح العطش رواية تسقي جذورها مشاريع حصاد المياه. الوادي الحفير ببقى ليك الدرير، فريقي حارنا والله شقش فريق الدلال، شق الحفير القامت من أكويز الرملة. عطشان قليل ودمي مريت ما بتخلى، يا شفيق الصيد حليلة جف الرهيل، عطشان غشانة وجامة سخبة بايلة العيد. يا دور يا جبرة تاكل حفير مليا، يا دور يا جبرة تاكل حفير مليا، اتجمعوا الحبان أنا تومي ما مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.